الخبر الاولي عدنا على ناس واصاله وسفرهم يا حبايب وصلهم لامريكا بعد ما كان هم بدبي وصوروا فيديو كليب هناك. فالف الحمد لله على وصولهم بخير والسلامه. ولسه يا حبايب كتبوا لنا بالكومنتات شارك بالخبر. وننتقل حاليا لاحمد حسن وزينب ودخولها المستشفى. فاحمد صور هذا الستوري يا حبايب. زينب كانت من داخل المستشفى مثل ما شايفين بالنسبه لساعه سبب يا حبايب. فزينب مثل ما تعرفوا ان هي حامل، ولكن الشيء الغريب يا حبايب الموضوع قالوا ان هو ما يعرفوا ان هي شنو حامل ولد ولا بنيه. بعد كم ساعه هي راح تولد، فالله يا رب تقوم بالسلامه يا رب وما ياثر عليه الحمل. راح احطكم الستوري يا حبايب شوفوها. يا رب تممها وكملها فواها على خير، وانا جنبها الدنيا بتبقى حني واحلى كتير. يا رب تمم. القمر صحيت يا جماعه، خلاص كمان كم ساعه وتخش اوضه العمليات عشان تولد. كلكم يا جماعه قولوا لها الف سلامه عليها، وادوها كده طاقه ايجابيه وكلام كده يحسسها براحه نفسيه عشان هي متوتره جدا. صح؟ اه صح. ألف سلامة عليكي، وإن شاء الله أنت والبيبي تقوموا بألف سلامة يا حبيبة قلبي يا عمري يا سنيني. تسلمك. عايز أشوف البيبي بأي شكل، أقسم بالله بص أنا قاعد مستني على نار والله. ربنا يقوم السلامة. مع الفكرة في إيه اللي مضايقني، إن أنا مش عارفة إذا كان ولد ولا بنت، فأنتوا توقعوا كده معايا ولد ولا بنت، وأحمد هينزل يجيب هدوم، مش عارفة هيجيب هدوم إيه والمين والإيه والاسم إيه، مفيش أي حاجة. فالموضوع حاسس بنفسيتي بصراحة. الصور اللي فاتت يا جماعة تلقونا سايبين لكم تصويت، زينب هتولد ولد ولا بنت؟ يلا صوتوا بقى. أنت يا زينب متوقعة إيه؟ أنت فين؟ أنا مش عارفة أتوقع حاجة، أنا مش حاسة إن أنا في. بص أنا 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 متوقع بنت، وأنت؟ أنا مش عارفة، ممكن ولد شوية. يعني أنا متوقع بنت وزينب متوقع ولد، فأنتوا بقى اختاروا وشوفوا صح؟ طب أنت هتجيب هدوم إيه دلوقتي؟ أنا عايز أعرف بس، هو في حد كده بيولد بيبقى شكله قمر كده؟ ننتقل حاليا لوسام. تيجي تنزل شويه ستوريات قاعد يعني من خلال، لانه راح ينزل لنا مقطع باكر راح يكون عباره عن مقطع اسئله هو كل اعضاء الفريق، ولا اتوقع انه حيجاوب على سؤال ايش هو حاليا وياس صار بينهم خلاف او لا. مقطع راح ينزل الساعه 4 حبايب، فاكتبوا لي الكومنتات ايش رايكم بهذا الخبر. ونروح حاليا لغيث مروان وخروجه من المستشفى. ما يعرف يا حبايب انه غيث مروان امبارح انصاب اصابه برجله يا حبايب، هي انكسرت او شيء لا سمح الله. واليوم نزل شويه ستوريات انه يخرج من المستشفى يا حبايب. ففي الحمد لله على السلامة راح اعطيكم للسوريات. ماشي سافا وضعك؟ كم لك دس؟ خلينا افوت اطمن على الولد. ولد ولد اه ولد؟ ولد تمام. كله تمام والاب تمام. طمني صبي ولا بنت؟ قمحة ولا شعير؟ اثنين توم توم. ففي الحمد لله بسلامة ان شاء الله ما بين الا العافية. لا تنسوني يا حبايبي تكتبوا لكم انت شاركوا بهذا الخبر. وبالختام غيث مروان يا حبايب والغاء الفولو عن نارين بيوتي بالحساب بالتيك توك يا حبايب. لا كل الناس يتوقعوا انه احمد بربر هذا الموضوع بسبب انه هو يكره نارين بيوتي وشال الفولو عنها امبارح، فهو شال الفولو عنها. ما ادري الصراحه صراحه، ان شاء الله ما يكون صار بياتهم اي شيء ولا صار بياتهم خلافات. عاكم اكتبوا الكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وبالختام يا حبايب، ابو فله فاتح بث مباشر حاليا، البث مباشر اللي جمع بيه فلوس يا حبايب عمود يتبرع للفقراء. فاتمنى يا حبايب الكل يدخل حاليا على الرابط احط لكم اياه بالوصف. البث يا حبايب كوش خرافي، روح شوفوه ودعموا اللي يقدر يدعم، وروح شوف مجرد حد ما تقدر تدعم مجرد روح شوف يا حبايب هذا الشيء حيفيد. وبس شكرا زي ما قال لك القصص، مع السلامه.